دقيقة كلام فلسفة. علشان نقدر نفهم حرية الإرادة هنتخيل تجربة عقلية هتساعدنا على فهم مبدأ الحرية عند البشر. تخيل انك في مستشفى فيها سرير نايمة عليه بنت اسمها نرمين. نرمين في غيبوبة، ما تقدرش تتحكم في عقلها او افكارها، كمان ما تقدرش تتحكم في جسمها او البيئة المحيطة بيها او حتى الاشخاص اللي حواليها. نرمين ما تقدرش تعمل اي اختيارات، ما عندهاش اصلا افكار عن الاختيارات، وما تقدرش تغير في الواقع المحيط بيها. اذا نقدر نقول ان نرمين ما عندهاش حرية. على السرير اللي جنبها محمود نايم، محمود جسمه مشلول بالكامل، ما يقدرش يحرك حتى عينيه. محمود ما يقدرش يتحكم في اي حاجة غير عقله وافكاره، ما يقدرش يتحكم في البيئة او في تصرفات الناس اللي حواليه. يبدو ان محمود عنده حرية اكتر شوية من نرمين، لكنها ما زالت حرية محدودة. محمود يقدر يقرر هو عاوز ايه في عقله، يقدر يصنع اختيارات، لكن الاختيارات دي مش ممكن ابدا تترجم لاي تغيرات في الواقع المحيط بيه. ومع ذلك نقدر نقول ان محمود عنده حرية أكتر من نرمين. على السرير اللي جنبهم شخص اسمه طارق بيطلع في الروح في لحظاته الأخيرة قبل الموت. طارق يقدر يتحكم في أفكاره، وكمان يقدر يتحكم في جسمه لفترة قصيرة جدا قبل ما يموت. طارق يقدر يتحكم في البيئة اللي حواليه لفترة قصيرة من الزمن، وكمان يقدر يأثر على الناس اللي حواليه، لكنه ما يقدرش يأثر عليهم إلا لفترة قصيرة جدا من الزمن. طارق عنده حرية أكتر من محمود، لكن الحرية دي محدودة في المدى بتاعها. بالرغم من إن طارق يقدر يختار حاجة معينة وينفذها، إلا إن الحاجة دي لازم تكون محدودة في المدة الزمنية لتنفيذها، وإلا مش هيقدر يكملها. يعني مثلا طارق ممكن يختار إنه يقول كلمة أخيرة لابنه في أقل من دقيقة، لكنه ما يقدرش يحكي له تاريخ جده. في نفس الأوضة معاهم السجين دوما. دوما متأيد في السرير اللي هو نايم عليه. دوما يقدر يتحكم في عقله وأفكاره وجسمه، لكن تأثيره في البيئة المحيطة بيه محدود، وتأثيره على الناس اللي حواليه محدود. يبدو إن دوما زي طارق عنده حرية أكتر من محمود، لكنها حرية محدودة فيزيائيا. هو ممكن يحرك إيده عشان يشرب من الكوباية اللي جنبه، لكنه ما يقدرش يقوم أو يخرج برا الأوضة. حرية طارق كانت محدودة زمنيا، أما حرية دوما محدودة فيزيائيا أو جسديا. دلوقتي هيدخل الأوضة مصطفى علشان يزور أخوه محمود. مصطفى يقدر يتحكم في أفكاره أو في عقله أو حتى في جسمه. مصطفى يقدر يتحكم في البيئة المحيطة به، ويقدر يأثر على الناس اللي موجودة حواليه، لكنه ما يقدرش يتحكم في تصرفاتهم. مصطفى عنده حرية أكتر من طارق ودوما، وأكيد أكتر من أخوه محمود والبنت اللي اسمها نرمين. جبريل ملاك في الأوضة. جبريل يقدر يتحكم في عقله وأفكاره، كمان يقدر يتحكم في جسمه والبيئة المحيطة به. جبريل عنده تحكم محدود على الناس اللي موجودين في الأوضة، وممكن ينقذ حياة محمود من الموت. جبريل عنده حرية أكتر من مصطفى، لأنه يقدر ياخد قرارات أكتر منه. وطبعا ربنا الموجود العلوي في كل مكان حسب تعريفه، فربنا في نفس الأوضة، يقدر يتحكم في أفكاره وعقله وجسمه، يقدر يتحكم في البيئة المحيطة به، وعنده سيطرة كاملة على تصرفات وأفعال كل البشر اللي في الأوضة. واضح جدا إن ربنا عنده حرية أكتر من جبريل، وبالتأكيد أكتر من مصطفى وباقي البشر اللي في الأوضة. الفكرة اللي نقدر نستخلصها من التجربة العقلية دي إن حرية الإرادة متدرجة، أو ليها درجات مختلفة بتعتمد على موقف وكيان الشخص.